بعد البدلة والبادي الشفاف والحلق الماس أحمد سعد وعمرو سعد بملابس الإحرام. تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهاردة. أهلا بكم في قناتي توما تريند اليوتيوب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني أني أكمل. الأسبوع اللي فات شفنا أحمد سعد بإطلالة غريبة جدا كانت في حفلة في موسم جدة، وهو طالع لابس بدلة بدون أكمام ولابس تحتيها بادي شبك ولابس حلق. وفي الوضع ده طبعا أحمد سعد كان بيتشبه بالنساء، وكلنا عارفين قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. طبعا الوضع ده أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن إزاي الرجل عربي أصيل مصري من بيئة شعبية أيا كان إنه يظهر بالمظهر ده، وده ما ينفعش لا في الأصول ولا في الشرع ولا في الدين ولا في أي حاجة أساسا. بعدها أحمد سعد طلع بصور على مواقع التواصل الاجتماعي ليه هو وأخوه عمرو سعد وهم بيرتدوا ملابس الإحرام وبيأدوا مناسك العمرة، وكان بيعلق على الصور دي وكاتب: اللهم ارحم واغفر وتقبل، وكان كاتب مع أخي العزيز: نتمنى ان ده يكون فعلا من قلبك، ان انت بتأدي مناسك العمرة عشان ربنا يغفر لك اللي انت عملته، ما يكونش مجرد شو علشان تهدي الناس حواليك. حقيقي فعلا من قلبي بتمنى ان انت تكون حسيت بغلطتك انت واخوك وابتديتوا تصلحوا اخطائكم، وعايزين ربنا يغفر لكم، انا اسفه في الكلمه، القرف اللي عملته. وبعدها نزل بصور على الانستا بتجمعه بزوجته، وكان كاتب على الصوره: انتي احلى هديه من ربنا ليا، بعد الشائعات اللي طلعت في الوقت الاخير اللي كانت بتقول ان هو انفصل هو وزوجته. بنتمنى ان التفكير يتصلح والوضع يتصلح، ونعرف يعني ايه راجل، وان ما ينفعش اللبس ده، وما ينفعش نطلع انت مثل وقدوه لبلدك وقدوه لشباب كتير، لان الشباب للاسف للاسف بتقلدكم تقليد اعمى. بنتمنى ان يكون اللي حصل او ان انت طلعت تعمل عمره انت واخوك ده تصليح للخطا اللي انتوا عملتوه وتكفير، لان ده ذنب تكونوا بتكفروا عن ذنبكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو اشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.